بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله في شرح جديد لفيديو جديد. اليوم جايب لكم اختصار جدا رائع، إن شاء الله يعجبكم وينال إعجابكم. طبعا كثير منا يدور طريقة لتحويل الصورة أو النص إلى صورة العكس. عنده نص طويل مثلا حاب يحطه في صورة، فهذا الاختصار بإذن الله راح يفيدكم. اختصار سهل ورائع، ما يحتاج يعني تعقيد بإذن الله. ندخل على الاختصارات. أول شيء قبل ما ندخل على الاختصارات، لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة لدعمنا ولتشجيعنا، ولكي نقدم لكم كل ما هو مفيد وجديد في شروحات الآيفون. مجلد الاختصارات، ندخل على الاختصارات. و أول اختصار تحويل النص إلى صور 18 إجراء. تحويل النص إلى صور، طبعا بعضكم يعرفه وبعضكم ما يعرفه، لكن أنا والله حاب أشرحه لأنه عجبني. طيب ندخل عليه. تحويل النص إلى تشغيل الاختصار. طيب هنا يقول اكتب النص هنا، حقل النص، اكتب النص هنا، اكتب النص هنا، حقل النص، يجري التعديل، نص نمط، تم إلغاء، نحط تم، نكتب النص، نلصق. انا ناسخ اللصق، الكلمات التي ناسخ اللصق، نص ابي الصقه، تعديل لصق في صباح عدد تنبعث. خلاص الان اكتب حقل تم الغاء تم زر واحد تم تم الاختصارات تمام. اظهار النتائج والي اثنان كلها زر. خلاص الان تم زر تم الغاء تم انشاء صوره بنجاح والنص المكتوب على صورته في صباح عدد تنبعث السعاده. انشاء لنا النص بنجاح. إلغاء إظهار النتائج والي تم زر. إظهار النتائج كلها زر. كلها اللي هو يطلع لك النص كامل. لو يعطيه تم تم زر راح يفتح لنا اللي هو المشاركة. تم تحويل النص إلى صور، تحويل النص إلى صور 18 الاختصارات زر الرجوع. حفظ في الملفات، إنشاء واجهة ساعة، البحث باستخدام فنقدر Ask and Vision، إنشاء إضافة إلى نرسله على تطبيقات التواصل الاجتماعي. اتباع تعليم حفظ الصورة لنفترض الحالة مثلا أو حالة الواتساب أو تويتر أو غيره أو إكس أو غيره من نسخ الرسائل الملاحظات التركيزات تيك توك واتساب زر أو غيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي. وصلت معكم لنهاية الفيديو، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.